هاتفيا الى الاستاذ ايهاب السعيد، عضو مجلس اداره شركه اصول للوساطه الماليه. استاذ ايهاب، ما سبب هذا الصعود ربما المفاجئ يعني في مؤشرات البورصه المصريه ككل اليوم؟ لا، هو الحقيقه مش صعود مفاجئ ولا حاجه، هو كان متوقع من نهايه جلسه الثلاث اللي فات. بعض الاسهم القياديه كانت بعد ما تعرضت لخسائر كبيره على مدار الجلسات الماضيه وخاصه في جلسه الاربعاء والخميس اللي فاتوا، نجحت في انها ترتد بشكل قوي مع نهايه جلسه الثلاث، وده كان طبيعي جدا اننا نفتح النهارده على الارتفاعات اللي احنا شفناها ديت، بالاضافه طبعا انه عزز المكاسب ديت حاله التفاؤل اللي انتابت المستثمرين على خلفيه نجاح طرح الحكومه للسندات الدولاريه بعد الطلب الكبير اللي تجاوز 13 مليار دولار على سندات بحوالي 4 مليار دولار وتصنيفها عند دي مع نظره مستقره. كل ده من شانه انه يعزز من اداء السوق. يعني اعتقد الاسبوع القادم المؤشر هيكون قادر على ان هو يقترب مره ثانيه من قمته السابقه عند 13500، وكذلك مؤشر الاي جي اكس 70 اللي بيقيس اداء الاسهم الصغيره والمتوسطه برضه متوقع ان هو يقرب من قمته السابقه عند 482. هل يعني مؤشر او تصنيف مؤسسه فيتش للتصنيف الائتماني حينما صنفت السندات الدولاريه المصريه من سالب الى بي مستقره، يعني هل هذا اثر بشكل او باخر على اداء البورصه اليوم استاذ ايهاب؟ ما فيش شك طبعا، زي ما قلت لحضرتك في البدايه ده له اثر ايجابي على الاقل حتى من ناحيه التفاؤل، باعتبار ان ده لسه خبر معروف قريبا يعني، لكن على المدى الاكبر طبعا او على المدى المتوسط، مش هقول حتى على الطويل، اتصور ان الخبر ده هيكون له اثر ايجابي جدا لانه بيعزز من رؤيه المؤسسات الدوليه للبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، ومن ثم ده بيعد اشاره لمزيد من تدفق الاستثمارات الاجنبيه سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. ما المتوقع؟ يعني هل متوقع ان موجه الارتفاع هذه تستمر بدايه الاسبوع القادم ايضا ام ما المتوقع استاذ ايهاب؟ انا اعتقد مع اغلاق جلسه النهارده يعني الامور كلها بتقول ان احنا ممكن نستمر في الاتجاه الصعودي اللي هو بداناه من زي ما قلت لحضرتك منتصف جلسه الثلاث، واننا لو قدرنا نتجاوز مستويات ال 13100 الى 13200 هنقترب مره ثانيه من قمتنا السابقه عند 13500، وان كان حتى لو ده ما حصلش يعني على الايام القليله القادمه، لكن على المدى الاكبر طبعا هيحصل وهنتجاوز كمان مستوى 13500 باعتبار ان السوق او مؤشر السوق الرئيسي بيتحرك في اتجاه عام صاعد طويل الان. ما سببه؟ يعني كل الكلام اللي حضرتك قلته ايه السبب فيه يعني الجوهري؟ برنامج الاصلاح الاقتصادي طبعا، يعني هو منذ اعلان الحكومه عن برنامج الاصلاح الاقتصادي ومن بعدها تحرير سعر الصرف وقرارات المجلس الاعلى للاستثمار وتاجيل ضريبه الارباح الراسماليه، كلها عوامل مجتمعه بتعزز من فرص البورصه، نضيف عليهم كمان اعلان الحكومه عن طرح شركات او عوده الطروحات الحكوميه بعد غياب اكثر من 11 سنه دلوقتي، كل ده من شانه انه يعزز فرص الاسهم او فرص السوق انه يواصل الصعود. نعم، أنا أشكرك أستاذ إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة المالية.